دي 86. فلتانو فلتانو برضه بيستفيدوا بيه اهو فلتانو يرجع في الكور بتاعته اللي طويل بتلعبها لمارادونا مارادونا لانريك انريك انريك يكسر 12 خلصها كويس في الشوط الثاني وماشي فلتانو وفلتانو تبخر وبيحطها جول 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 فلتانو نادي ريال مدريد عنده 30 سنة يجيب الجول الرابع ليه والجول الثاني للأرجنتين فلتانو جايب ثلاث أجوال قبل كده يصير في كوريا الجنوبية ما كسبش 3-1 وجول في بلغاريا 2-1 الدوسر انما انريك عملها له حلو قوي مش اوفسايد وضرب بريمي وبالعقل يا سلام حطها على شمال شوماخر عشان يجيب الجول الثاني للارجنتين فالدانو فالدانو يجيب الجول الثاني نادي ريال مدريد اهو 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 يا سلام